جرى اتصال هاتفي بين حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وأخي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. وتم خلال الاتصال الهاتفي تبادل التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على الشعبين والبلدين الشقيقين بالمزيد من الازدهار والرفعة والتقدم، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.